I
سيارة وتم تلمعي؟ أفشار؟ קצת יותר אחורה, סליחה רבותיי. עד שהרגנתי את זה, אז... Hope you had some rest. Yes, oh, we did. The best rest was watching. بسم الله. الصديق الرئيس إسحاق نافو، السيدة قرينة الرئيس نافو، أيها الأصدقاء، يسعدني أن أرحب بكم على أرض مصر الطيبة. أرحب بكم رسل سلام ومحبة ودعاة صداقة وإخاء بين الشعبين وأنصار تفاهم شامل بين إسرائيل وكافة الشعوب العربية، تفاهم يصحح مسار التاريخ ويعيد العلاقة بين أبناء العمومة إلى سيرتها الأولى من التسامح والتعايش والإيمان بوحدة المصير الإنساني، وبأن الله تعالى قد علمنا الحكمة لنهتدي إلى صراطه المستقيم، صراط الحق والعدل والسلام. وليس هناك من هو أقدر منا بحمل هذه الرسالة وأداء هذا الفرض. نحن أبناء إبراهيم، نحن أبناء إبراهيم الأمناء على تراث مجيد من الحضارة والسمو في منطقة كانت مهد الديانة الكبرى التي حققت للإنسان أعظم انتصاراته، هي انتصار
قوى الخير والمعرفة على قوى الظلام والجاهلية الغاشمة. منذ أيام تراءت أمام ناظري تلك المعاني السامية وأنا أقف خاشعاً على تلك البقعة الطاهرة الشريفة من أرض مصر بالوادي المقدس طوى، حيث تجلى الرحمن لرسوله موسى الكليم وأنزل عليه التوراة والحكمة، ثم تتابعت حلقات الرسالة الإلهية الواحدة، فكانت بعثة المسيح عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، محمد الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا نعمة الإيمان، فجاءت الدعوة الربانية في جوهرها دعوة للتآخي بين كافة المؤمنين، ودعوة تنبذ الضغائن والأحقاد إلى الأبد. من هنا فإن شعب مصر المؤمن قد دعا إلى إقامة مجمع للأديان في هذا الموقع الفريد تجسيداً لوحدة المسيرة على طريق الحق والهدى، وتعميقاً لمفهوم السماحة في قلوبنا وأفئدتنا جميعاً، ورمزاً لطريق المستقبل حيث لا عداء ولا كراهية ولا حرب ولا معاناة، بل حب خالص ومودة صادقة وتآلف بين القلوب. من هذا المنطلق جاهدنا أيها الصديق العزيز بكل إصرار وعزيمة لإقامة سلام عادل وشامل في المنطقة، لا يترك شعبا من شعوبها إلا رد إليه حقوقه وصان مصالحه المشروعة وأتاح له أن يتفرغ لمواجهة التحديات الأساسية التي يواجهها الإنسان في هذه الحقبة من التاريخ المعاصر، وفي مقدمتها تحديات البناء الحضاري وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وملاحقة التطورات المتلاحقة في ثورة التكنولوجيا والتقدم العلمي. باختصار، فنحن جميعا نواجه تحديات الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر هو إيجاد عالم أفضل للأجيال القادمة من أبنائنا وأحفادنا، وتحقيق قدر أكبر من الأمن والاستقرار والرخاء. ولقد قطعنا شوطاً كبيراً في طريق السلام الشامل بتوقيع مواثيق كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والخطاب المتبادل بشأن الحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية وغزة، ونحن نشعر بارتياح كبير
إزاء النجاح الذي تحقق حتى الآن في مجال تطبيع العلاقات بين البلدين، كما أننا مصممون على مواصلة هذه المسيرة دون تردد أو توقف. فالسلام بالنسبة لنا هدف استراتيجي لا رجعة فيه ولا نكوص عنه، ولأن المصلحة الحقيقية للشعوب كفيلة بأن تفرض نفسها على الأحداث وبأن تدفع جميع الأطراف إلى استيعاب حقيقة كبرى يجب ألا نغفل عنها لحظة واحدة، هي أن التطورات التاريخية الجبارة التي قمنا بها قد أدخلت تحولاً جوهرياً على الصراع وبدلته إلى التزام بالتعايش وحسن الجوار وإلى وضع طبيعي بين دول رشيدة تلتقي مصالحها حيناً وتختلف حيناً آخر، ولكنها في جميع الأحوال تتعامل من منطلق الإيمان بضرورة التعايش وترفض النظريات الهوجاء القائلة بحتمية الصراع. وبنفس العزيمة والإصرار أيها الصديق العزيز، فنحن عازمون على المضي قدما لفتح الطريق أمام تسوية عادلة للقضية الفلسطينية تقوم على احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كسائر الأمم والشعوب، وإيجاد صيغة مقبولة للتعايش بين الفلسطيني والإسرائيلي حتى تكون نواة لتعايش عربي إسرائيلي أوسع. واحترام الحقوق التاريخية والقومية للعرب والمسلمين في مدينة القدس التي يجب أن تصبح رمزاً للسلام وشعلة لا تنطفئ جذوتها للتسامح والإخاء. وليس بمتعذر علينا أيها الصديق أن نتوصل إلى كل هذا بعد الإنجاز الكبير الذي حققناه على خلاف كل التوقعات، وفي أمور كانت تدخل في باب المستحيلات. فلنضع سويا أيها الصديق حجر الأساس لهذه المصالحة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بإقامة حكم ذاتي حقيقي في الضفة الغربية وقطاع غزة يضمن انتقال السلطة للشعب صاحب الحق والأرض ويصون أمن جميع الأطراف ويخفف حدة التوتر والقلق في هذه الفترة التي تشهد فيها منطقتنا كثيراً من ظواهر الانفجار والعنف وعدم الاستقرار. صديقي العزيز الرئيس إسحاق نافو، إن تلك الزيارة التي تقومون بها لمصر وشعبها هي زيارة تاريخية بكل معنى الكلمة،
فهي تمثل أول زيارة يقوم بها رئيس لدولة إسرائيل لبلد عربي، وتلك علامة بارزة على الطريق يجب أن لا يغيب مغزاها عن أبناء الشعبين، كما أنها يجب أن تسهم في تعزيز علاقات الصداقة والمودة بينهما، وأن تفتح الباب أمام مزيد من الاتصال والتبادل على كافة المستويات الرسمية والشعبية، بحيث نبني على الأساس المتين الذي وضعناه مع الصديقين مناحم بيجين وجيمي كارتر بوعي كامل للمسؤولية التاريخية الجسيمة الملقاة على عاتقنا جميعا، وبكل إدراك للآمال العريضة للشعبين والآفاق الرحبة أمام عهد جديد من الحب والوئام. أيها الأصدقاء، إننا نعتز بهذه الزيارة التي يقوم بها صديق لمصر والعرب درس حضارتنا وثقافتنا وتعرف إلى تاريخنا النضالي المتصل، فأدرك أن الالتزام بالسلام والحق والعدل هو جوهر الكفاح الذي نعطيه أولوية على كل ما عداه. فاسمحوا لي أن أدعوكم للوقوف تحية للرئيس إسحاق نافون والسيدة قرينته، وتحية لضيوفنا الأصدقاء ولكافة أفراد الشعب الإسرائيلي، وتحية لعلاقات الصداقة والمحبة بين الشعبين والبلدين، والسلام عليكم ورحمة الله. كفود نسي مصرايم ورايتو، أورخيم نخبديم، أني مبي لكم دريشات شالوم من مدينة إسرائيل، מעמה שוחר השלום וממשלתה אשר נאמנה ותוסיף להיות נאמנה להסכמי השלום בקמפ דיוויד. אף אנו רואים בשלום חלק משלום כללי, וכפי שגם נביאנו בחזון השלום שלהם, החזון על ירושלים, על ישראל, היה כרוך בחזון של שלום עולמי בין כל האומות. סיידת הראיס מוחמד אנואר סאדאת, ראיס גומהוריית מסר לערביה וסיידה עקילתו אל-מוחתרמה, חדרת הסאד אל-וזרא, חדרת הסאד אל-אעיין, חדרת הסאד אעדה אל-ופד אל-ישראלי, בוודי אן אסתהלה כלימתי בתוג'יה השוקר لسيادة زعيم كبير لشعب عظيم. باسمي وباسم عقيلتي والشعب الإسرائيلي يهودا وعربا، على دعوتكم إياي لزيارة مصر، وإني أرى في هذه الدعوة الكريمة تعبيرا عن الرغبة الصادقة في إضافة لبنة اعتبارية ورمزية لصرح السلام الذي قررنا أن نشيده معا في هذه المنطقة. عسى أن يكون منارا يوجه مختلف السفن التي تمخر عباب بحر صاخب الأمواج في ليال عتمة مظلمة. أشكركم يا سيادة الرئيس على كلمتكم الرقيقة والحميمة التي تكرمتم
لإسماعها الآن، والتي تعززون فيها ما رأيناه ولمسناه منذ تشريفكم لنا في زيارتكم التاريخية للقدس. من أن الحلف الذي عقدتموه مع السلام هو حلف صادق لا تثنيه رياح معربدة تنشب من اتجاهات مختلفة. ثقوا يا سيادة الرئيس أن الشعب الإسرائيلي يتعهد بالعناية والرعاية هذه النبتة الغضة حتى تنمو وتصبح شجرة عميقة الجذور وارفة الظلال. إن الطريق التي قررنا السير فيها سوية لا تخلو بطبيعة الحال من العوائق، لكنكم أنتم والسيد مناحم بيغين رئيس الوزراء قد اجتزتما بتشجيع من الرئيس الأمريكي جيمي كارتر شوطا طويلا، وكلنا ثقة فيما تتحليان به من حكمة وتصميم وقدرة بعونه تعالى على إزالة حجر بعد حجر وعائق بعد عائق لتهدو الطريق أمامنا معبدة مستقيمة يسير فيها شعبانا بثقة وأمان. أما سائر الشعوب في منطقتنا فمآلها أن تلتحق عاجلا أو آجلا بعربة السلام، فقد أدت جميع الطرق التي حاولتها إلى الفشل. سيادة الرئيس، في منطقتنا عدد من البراكين تخمد وتتفجر، وفي الأسابيع الأخيرة عاود الانفجار أحدها، وما نراه من أحداث عبر الشاشة الصغيرة يذكرنا بما قاله الشاعر عمرو بن معدي كرب: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا حميت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء جزت رأسها وتنكرت مكروهة للشم والتقبيل. وعلى هذه الخلفية العفراء يبرز بلدان واحة من الاستقرار والاتزان، ونامل أن تتغلب الحكمة وينحسر اللهيب ويوضع حد للدمار وسفك الدماء. وقد تأكد أن غنى الشعوب الحقيقي غير كامن في باطن الأرض، وإنما هو يكمن في حكمة الزعماء الذين يأخذون بيد شعوبهم ويسيرون بها إلى الازدهار والرفاه في طريق السلام. سيادة الرئيس، أشكركم على أن أتحتم لي فرصة التحدث يوم الأربعاء القادم إلى أعضاء قيادة الحزب الوطني الديمقراطي المعقودة لكم رئاسته، وأن أشاركهم في عدد من الأفكار عن العلاقات بين بلدينا وعن الحالة السياسية كما أراها. اسمحوا لي إذن أن أتطرق إلى بعض الأمور ذات الطابع الشخصي. يؤسفني أنه لم يكتب لوالدي أبي وأمي عيش هذه اللحظات التي هي حتما تجسيد لأحلامهما. وإني أتذكر لا أتذكر أمي جالسة قرب جهاز الراديو قبل سنين عديدة في ساعة متأخرة من الليل وهي تنصت لغناء المرحومة أم كلثوم التي لا تنسى،
ولما كان جهاز الراديو في تلك الأيام يسمع صفيرا وجلبا، كنا نخبط عليه حتى يعود الصوت الآسر ويصطح منه. وقد غرس والدي في نفسي حب الثقافة العربية، ليس في مفهومها التجريدي، وإنما في مفهومها التطبيقي الحياتي. فكان رحمه الله يصحبني معه وأنا فتى صغير السن إلى دار جار لنا في القدس، وهو الشيخ وقور، لأستمع إلى حديثهما، وتقدم فنجيل القهوة، ويتدفق الحديث بينهما بعذوبة وود. فإذا انتقلا إلى الحديث عن الحكم البريطاني على منهما الصوت ينددان بسياسة فرق تسد. فإذا حان موعد الصلاة العصر كان الشيخ يبسط سجادة صغيرة ويتجه بصلاته نحو القبلة، ونقف أنا وأبي ونتجه بصلاتنا نحو حائط الهيكل. فإذا انتهت الصلاة عاد فشجب الحكم البريطاني. وقد صاغ والدي مفهومه للأمور بهذه العبارة البسيطة: اعلم يا بني، لقد حكم الأتراك هنا فذهبوا، ويحكم الإنجليز الآن وسيذهبون هم أيضا، ولن يبقى إلا نحن والعرب، وعلينا أن نتعلم العيش معا. كنت صغير السن، غير أن هذه العبارة نقشت على صفحة قلبي تبعا للمثل القائل: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. وعلينا أن نربي أبناء الجيل الناشئ في بلدينا على قيم السلام من رياض الأطفال، حتى إذا ما شبوا وترعرعوا تكون فكرة السلام لديهم أمرا طبيعيا. ويبدو لي أنه من الحيوية بمكان أن نتعلم التعرف على بعضنا البعض، والإنسان عدو ما يجهل، إذ بدون هذا التعرف تفتقد القاعدة التي ترتكز عليها الثقة، وما الثقة إلا قاعدة السلام. وبهذا المنحى اسمحوا لي أن أسرد على مسامعكم وقائع حدث تكتنزها الذاكرة. ففي الأربعينات كنت في إعداد دارسي العربية والإسلام في الجامعة العبرية في القدس، وبعد 5 سنوات من الدراسة أدركنا أننا لم نرتشف غير كأس صغيرة من محيط الثقافة العربية الإسلامية، المحيط الزاخر الرحب العميق، غير أننا أدركنا النجاح في أمر واحد، وهو معرفتنا كم نحن لا نعرف. وفي صباح أحد الأيام استدعاني مدير معهد الدراسات الشرقية وكلفني بمرافقة ضيف كريم من مصر يزور البلاد المقدسة. وعندما سمعت باسمه جمدت في مكاني بلا حراك، فقد كان هو طه حسين رضوان الله عليه، وقد رأينا فيه عملاق الفكر وأبا الأدب العربي وكبير باحثيه ومدققيه، الذي تمثل في شخصيته المزيج الكامل المتكامل من الشرق والغرب، دون شعور بالنقص أو انحناء من الرأس. وتلبية لرغبته سافرنا لمشاهدة كيبوتس، قرية زراعية تعاونية، فوجه أسئلة إلى أعضائها وتلقى ردودا عليها،
وقد كانوا جميعا أناسا استبدلوا مهنهم، وخلافا لقواعد علم الاجتماع انتقلوا من المدينة إلى القرية، وبينهم الطبيب والمهندس والمحامي والطالب الجامعي، واختاروا بمحض إرادتهم أن يكونوا فلاحين. وردا على استفسارات طه حسين أوضحوا قائلين: إننا نتطلع إلى إقامة مجتمع يضمن المساواة التامة بين أفراده، فكل فرد يقدم إلى المجتمع حسب طاقته ويأخذ منه وفق احتياجاته، أي بلا رواتب أو أجور. ونحن نريد إلغاء عامل المال كدافع رئيسي لعمل الإنسان. فاستغرب رحمه الله وسأل: هل تعتزمون تغيير طبيعة الإنسان؟ هل تعتقدون بإمكان بناء إنسان جديد؟ فارتبكوا من صياغة السؤال، ثم أجابوا: نعم، نحن نتطلع لهذا ونعتقد بإمكان حدوثه. وهنا توجه طه حسين إلى عقيلته وأصر في أذنها بضع كلمات بالفرنسية. وتجولنا في أنحاء القيبوس وشاهدنا الحقول والبيوت والزرائب، وتعددت أسئلته وأصغى للردود. وكان طه حسين بعين بصيرته يتغلغل إلى بواطن الأمور أعمق بكثير ممن أنعم الله عليهم بنعمة الإبصار. ولدى عودتنا إلى القدس التزم طه حسين الصمت طوال الطريق، وهو غارق في التفكير. وفجأة أسمع فكرة كالذي يخاطب نفسه وقال: مثير جدا للاهتمام، سنرى ما سيحل بهذا المجتمع بعد 20 أو 30 سنة. فلو كان رحمه الله بيننا الآن لكان بوسعي أن أرد على تساؤله بأن ذلك المجتمع قائم ومتطور، وقد نشأت مجتمعات عديدة على غراره في إسرائيل. ولدى ترجلنا من السيارة مد لي يده مصافحا ومودعا فقال: إني أدعوك لزيارة مصر، تعال وتعرف علينا عن كثب. فقلت بكل سرور: في أول فرصة سانحة. ومرت عشرات السنين حافلة بأحداث حالت دون سنوح الفرصة. وأنتم يا سيادة الرئيس أطبقتم على الحلقة وأتحتم لي تلك الفرصة الأولى التي ترقبتها، فلكم شكري وامتناني. سيادة الرئيس، سنوات عشر وأنتم تصرفون بحكمة وشجاعة شؤون هذا الشعب الطيب النبيل، فأنتم تحددون أهدافا وتسعون إلى تحقيقها. إنكم تخالطون جميع طبقات الشعب وتتحدثون إليهم وتطلعونهم على حقيقة ما تضمرونه بصراحة وجرأة وصبر. لقد وليتم ظهركم للحروب وأبديتم استعدادكم لمواجهة مشاكل عصر السلام. إنكم تمجدون المحبة دوما، لأنكم تؤمنون وبحق بأن البغضاء تمس أول ما تمس بالمبغض نفسه وتشل منه المنطق. وباسمي وباسم عقيلتي
ومرافقية أتمنى لكم سنين عديدة وأياما مديدة تأخذون فيها بيد شعبكم في مسيرته إلى السعادة والرفاه والسلام. ولك سيدتي عقيلة سيادة الرئيس، نعرب عن أطيب تمنياتنا بأن تواصلي بما عرف عنك من طيبة وأصالة وإنسانية، الإسهام في عون العديدين المفتقرين لجهودك ورعايتك تأمينا لصالحهم ولصالح الشعب المصري بأسره. وبإذنكم أرفع كأسي لنرفع كأسنا لنشرب نخبكم ونخب هذا الشعب الأصيل العريق ونخب بلد النيل الخالد ونخب السلام بين الشعبين. لصحتكم.